بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى على رسول يا جماعة، عليه الصلاة والسلام. صباح الخير عليكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في أفضل حال. هعرض لكم الشغل الموجود دلوقتي بالأسعار بتاعته. الشغل الموجود لحد دلوقتي بالسعر بتاعه إن شاء الله. موجود دلوقتي ده بلدي، ده فيوم بلدي يا جماعة. بتعمل ايه هنا يا فندم؟ فيوم بلدي اهو ما شاء الله، ده عامل 11.5. فيومي ما شاء الله تبارك الله عامل 11.5. ايوه ما شاء الله تبارك الله، ده الفيوم الذهبي البلدي. الفيوم الذهبي البلدي عامل 11.5. اوعى اوعى، البلدي عامل 10.5. البلدي ما شاء الله عامل 10.5. البلدي عامل 10.5. البلدي عامل 10.5. ده الفيوم عامل 11.5. فيوم بلدي الابيض يا جماعه للاسف رفع، ما لحقناش نفرح بنزوله، ما لحقناش نفرح بنزوله. الابيض، الابيض رفع النهارده بقى 30 جنيه تاني. وتوقع يا جماعه للابيض الفتره الجايه الاسبوع ده الابيض هيمسك اسعار ثانيه خالص للاسف، في ارتفاع مش في نزول. توقع ونتمنى ان توقعنا يخلف يعني، بس هو توقع في الاسعار ان السوق هيمسك سعر الابيض، ده هيمسك سعر الاسبوع ده. الاسبوع ده الابيض هيرفع فيه تاني، يعني هيبقى في ارتفاعات تانية لو في الابيض طول الاسبوع ده. هو الابيض النهارده عامل 30 جنيه، الابيض النهارده عامل 30 جنيه وللاسف في توقعات بارتفاع الابيض. اللهم صل على النبي، الفيوم اهو، الفيوم الذهبي ده عامل 11.5، عامل 11.5. جوانا الابيض عامل 30، الابيض عامل 30 جنيه. ما شاء الله تبارك الله، كتكوت ما شاء الله سوبر ممتاز. الساسو، الساسو عامل فضيق محمر. فضيق محمر ده اللي انتوا حاططوهم بايد الخطيب. انتوا كانوا كام واحد؟ الساس عامل 19.5 طبعا، الساس رفع شيل رفع زي الابيض، الساس شيل رفع مع الابيض، الساس رفع نص جنيه، الابيض رفع جنيه. البلدي كان ثابت، الساس عامل 19.5، الساس عامل 19.5. موجود يا جماعه اي كميه مسكينه موجوده، موجوده ما شاء الله، موجود اي كميه في الساس موجوده ما شاء الله. عامل 19.5، عامل 19.5، الساس عامل 19.5. الابيض عامل 30 جنيه، الابيض ما شاء الله عامل 30 جنيه، الابيض عامل 30 جنيه ما شاء الله تبارك الله. السمان عامل 8 جنيه، السمان اللي موجود عامل 8 جنيه، السمان اللي موجود عامل 18 يوم عامل 8 جنيه، السمان 8 جنيه يا جماعه اللي موجود. موجود بقى فرنساوي عمر يومين عامل 22 جنيه، موجود دور ألمان عمر يومين عامل 26 جنيه، موجود مسكوف عمر 6 أيام عامل 46 جنيه، موجود بط مسكوف عمر 6 أيام عامل 46 جنيه. المشرق والمولر لسه إن شاء الله لما يجوا هنقول لكم عليه، المشرق والمولر لما يجوا هنقول لكم عليه. البلد يا جماعة عامل ما شاء الله عامل 10.5، عايزين 30 ضروري يا جماعة، اللي يجي 30 هو جاي ضروري، ما عندناش 30 نهائي، اللي يجي يجيب 30 معاه، اللي يجي يجيب 30 يا جماعة. اللي يجي يجيب الكرتونه بتاعته معاه من فضلكم ضروري، يبقى معمول لي معانا البلدي، البلد اللهم بارك عامل 10.5، 10.5. الفيومي، الفيومي ده عامل 11.5. متى في يعني السوق؟ هاني السوق البيور الالماني عامل 26 جنيه، البيور الالماني ما شاء الله عامل 26 جنيه. ده البطه اللي بتيجي الشهرين يا جماعه، البطه اللي بتيجي الشهرين ما شاء الله، بطة عريضة ما شاء الله، بطة كبيرة، لا شكلها مميز يعني. البطة من دي عاملة 26 جنيه، بطة البطة البيور الألماني، بطة التسمين، البطة اللي بتيجي بشهرين، بتيجي بشهرين دي يا جماعة بتتعامل معاها معاملة التسمين. يعني ايه معاملة التسمين؟ يعني بتتعامل معاها زيها زي الفراخ الساسو زي الفراخ البيضة، ياكل ياكل علف، هيتأكلوا أكل البيت، هيجي معاك برضه هيديك وزن حلو، بس هيفضل لثلاث شهور، هيطول معاك عن الشهرين لو أكل أكل البيت. انما اكلته وتعاملت معاه معامله تسمين واكلته علف شهر ناعم وشهر خشن،
هيجي معاك ايه؟ هيجي معاك على الشهرين. ماشي، هو يجي شهرين بس ما ياكلوه، لو اكل اكل بيت هيطول شويه لانه هيستنى ما ينشف. يبقى البط ده عامل، اللهم صل على النبي، قلتلكوا عامل كام؟ فكروني يا جماعه، عامل 26 جنيه. فرنساوي عامل 22 جنيه. هيقوموا رز يا جماعة، رز، الرز عاملة 18 جنيه. فراخ الرز، رز عاملة 18 جنيه. رز ده رز لحم يا جماعة، الفراخ ده لحم زي الجميزة كده، زي الجميزة، استنى استنى، زي الجميزة وزي الساسة، زي الجميزة وزي الساسة، عامل 18 جنيه. عامل 18 جنيه. عامل 18. امال ايه انا خلصته؟ عامل 18 كتير. الخميس كانت عامله 18 جنيه في يوم الرز يا جماعه، الرز عامل 18 جنيه ده في يوم الاكل يا جماعه، يعني ده يفرق عن التاني. ده ما شاء الله الكتكوت بتاعه زي، شايف رجلي كتكوت عامل ازاي؟ زي الكتكوت الساسه كده والابيض، الحجم بتاعه ما شاء الله حجم كبير. تاكل في ايه؟ تاكل في ايه؟ ده ما شاء الله بيعمل وزن، ده بيعمل وزن، ده الناس اللي كانت عاوزه فيوم، اللي بيجيب اوزان اللي هو بتاع زمان اللي بيجيب لهم اوزان عاليه، هو ده يا جماعه الفيوم اللي كان بيوصل 5 كيلو، وناس قالوا له ما فيش حاجه اسمها توصل 5 كيلو، لا والله وصل 5 كيلو، ووصل عندنا 5 كيلو، ده بيوصل 5 كيلو يا جماعه، ما شاء الله ده بيوصل 5 كيلو ما شاء الله. الفيوم الرز عايزه اكمل المايك يعني، ده بيوصل 5 كيلو اللي هو الفيوم اللحم، انما الفيوم البلدي ما بيوصلش اوزان معاك قوي ايه زي ده الفيوم اللي الناس كانت عاوزه الحاجه، اللي الفيوم اللي بيوصل لحمه اوزان عاليه، هو ده يا جماعه موجود ب 15 جنيه. انما ده بقى، ده ما بيوصلش لحمه، او ده بين البلد وبين الفيوم كده، بيوصل وزنه وسط، يعني لا هو عالي زي الفيوم اللحم ولا هو زي البلد، يبقى اعلى بين ده وده. ده عامل 11 جنيه ونص. 11 جنيه ونص فيوم الذهبي، عامل 11 جنيه ونص. ما تحطوا لايك يا جماعه، حطوا لايك على اللايك، معلش حطوا اللايك عشان اللايك بس يوصل لناس تانية. الناس اللي معانا بعد اذنكم، معلش اضغطوا على اللايك كده، اضغطوا على القلب، اضغطوا على القلب. انا عايز اشوف اللوبة قدامي كده، بقول بخاطركم ربنا، كوروا خطوة ده. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. ده فيوم بلدي عامل زي ما قلنا كام، 11 ونص. ده بلدي، بلدي مشار عامل 10 ونص. موجود ما شاء الله كل ده بلدي يا جماعه، بصوا كل ده بلدي، كل الاقفاص دي فيها بلد، بس عشان طبعا مش هعرف اصور لكم قفص بقفص، موجود بلد اهو ما شاء الله، كل الاقفاص دي موجوده بلدي، اوعى تقف، كل الاقفاص دي ابيض ما شاء الله تبارك الله، كل الاقفاص دي فيها ابيض، وكل الاقفاص دي فيها ابيض، كل الاقفاص دي فيها ازاز، يعني كل رصه بتبقى فيها النقطه بتاعها الفوقاني، تمام؟ موجود يعني كميات، موجود اي كميات محتاجه موجود. تعالى يا جماعه بس وريني ايه تحايل العين، ايه تحايل العين، مين هيلحق ياخد جنيه؟ شايفين ده كده؟ سمان ب 8 جنيه، 8 جنيه ده 30 جنيه. الابيض طبعا رفع، وزي ما قلنا الابيض هيشاهد ارتفاع الفتره الجايه، الابيض هيشاهد ارتفاع الفتره الجايه للاسف يا جماعه، ونتمنى النزول، نتمنى والله ربنا يخلي توقعاتنا وينزل. عمر كده شايفين الفرق ده؟ عسل، انت مفيش كحيل؟ ده اللي كحيل العين، ده اللي متكحل يعني، استنى استنى، ده متكحل. ان شاء الله تبارك الله. مفيش كراتينيا مصر، مصر عندنا كراتينيا مصر، مصر صار كراتين، كل على كراتين، كل نعم، خلصت، الكبيرة؟ خلصت، أنت عايزة عمر يوم ولا كبيرة؟ هي واحدة كبيرة، واحدة كبيرة، ده
بلد الفيومي دعم 16 ونص. النسكوفيه يا جماعه عامل 46 جنيه، الفرنساوي عامل 22 جنيه، الفيور عامل 26 جنيه، المولر والمولر لسه ان شاء الله جايين. الابيض عامل كام؟ الابيض عامل 30 جنيه، لو في الجنه الابيض عامل 30 جنيه. لو في اي استفسار بخصوص الاسعار يا جماعه، او في حاجه انا ما ذكرتهاش في اللايف يا ريت تقولوها، ويا ريت دعم منكم يا جماعه بلايك لو فضلا وليس امرا منكم، دعم على اللايف ده دعم، يعني حطوا له لايك، حطوا له لايك، حطوا له قلب، حطوا له اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه حسنه قليله، اي حاجه يا جماعه. انت حاسس؟ انا بس حاسس اي حاجه، النبي اي حاجه، اي لايك، اي قلب. بس يا حسين انا بتاعتي العفو يا رب، يعني تحت امرك يا جميل. يبقى قلنا الفيوم الذهبي خلاص يا جماعه، ما خلاص بقى قلنا لك الفطار دي خلاص يا جماعه، كده قلت لكم كل حاجه موجوده وكل حاجه بسعرها. اقول لكم بس الاسعار سريعا، بلد الفيوم عامل 11 ونص، بلد رز لا رز لحم عامل 18 جنيه، ساسو عامل 19 ونص، الابيض عامل 30 جنيه، هاجين عالي عامل 19 ونص، البطل بيور عامل 26 جنيه، والبطل الفرنساوي عامل 22 جنيه، بطل مسكوف ست ايام عامل 46 جنيه، مولر ومشرف ومولد لسه جايين ان شاء الله نقول لكم اسعارهم اول ما يوصلهم، ما قلتش المان 18 يوم عامل 8 جنيه. ده تقريبا كل الحاجة اللي موجودة عرضتها لكم بالاسعار، لو في اي استفسار المشكلة احنا مش بنعرف نرد على التلاتة، لسه مش بنرد على التلاتة لان احنا مش بنفضى يا جماعة، وبعدين معظم التلاتة تبقى بكام واحنا قايلين السعر، وبقى كاتبين السعر في البوست وتلاقي بيقول بكام، العنوان فين، ونبقى احنا كاتبين العنوان فوق وارقام التليفون مكتوبين، فكل حاجة موجود لها رد في قلب البوست، والتعليقات كلها تبقى اسئلة موجودة في قلب البوست، اجابتها موجودة في البوست وموجودة في اللايف، والاسئلة اللي موجودة على اللايف اجابتها كلها موجودة في اللايف، يعني العنوان مكتوب فوق اللايف، الاسعار قايلينها جوه اللايف، فكل حاجة احنا قايلينها. الناس اللي بتقول انت ما بتردوش على التعليقات، احنا ما بنردش لان اوريدي الاجابة موجودة في قلب البوست، موجودة في قلب ولو في صورة انا حاطاها من غير سعر ممكن ترجعوا على الصفحة تلاقوني اكيد حاطة سعرها على الصفحة، اكيد يعني كل حاجة بنرد سعرها. وما بنفضاش والله، يعني حتى الرسائل برضو يعني بيبقى في ضغط على الرسائل جامد، مش بنعرف نرد على معظم الرسائل، بنحاول نرد عليها اللي نقدر نرد عليه بنرد عليه لما نفضى. فبنعتذر للجميع يا جماعه، يا ريت لاي حاجه في استفسار سريع او حد محتاج حاجه ضروري يتواصل تليفونيا، برد على التليفون، يتواصل على طول على التليفون. وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.